احنا خلينا نحكي هلا برج الحمل. برج الحمل ناري. هلا برج الحمل بشكل عام بصيغه الذكر او الانثى. هلا برج الحمل 2021 بشكل عام كان في عنده شغله انتظار. انتظار شغل؟ انتظار لايش؟ هلا هو علم؟ هل هو سفر برا؟ ايوه. هل هو زواج؟ بس الحمل خسر. الحمل ناري خسر بشهر 4. هلا مش كل الاشهر الانسان بيخسر فيها. فهمت عليك. حسب حركة الكواكب بشكل عام وحسب حركة الشخص نفسه هو ايش دارس. فهمت عليك. هل هو متعلم؟ هل غير متعلم؟ هلا في شخص متعلم كثير كثير هو ما له شانس مثلا. او اما عنده رجوع. في غير متعلم بكون له شانس. بالضبط. عرفت عليك كيف؟ بالضبط حسب ظروفه هو، حتى ظروف الشخص نفسه. بالضبط. اكيد. حلو. هسا برج الحمل ناري. هسا برج الحمل هو متكلم صحيح، ولكن كانت عنده خسارة بأوراق مالية. هل هي جامعة؟ هل هي توجيه؟ هل هي محكمة؟ هل هي شركة؟ بس كانت عنده خسارة. ولكن نجاح برج الحمل لما يجي عد من بداية 4 ناري بيجي بترك 3 أشهر اللي هو 5 6 7 بنيجي على 8. طبعا تبلش عنده 4 شهور بالسنة كثير ممتازة فيستغلهم. بالضبط. يستغلهم بالفكر بالعلم. لأنه هو كانت عنده خسارة قوية. صحيح. عرفت عليك بالنسبة لبرج الحمل. إن شاء الله بتكون عنده يعني إن شاء الله بداية 8 بتكون عليها ممتازة. 8 9 10 11 12 ممتازين. يعني بقدر يعوض هاي الخسارة جداً. بالأشهر الجاي اللي هو الناري. تمام. سامع يا حمل؟ بالضبط. تمام.